ما رأي سماحتكم في بيع ريال الفضة ب 12 ريال ورق كما هو الحال في السوق الآن؟ لا 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 لا، لأن ريال الفضة غير ريال الفضة مختلف، ورق هذه الفضة مختلف، هي تنبيع. والأسئلة الأخرى، حديث دخل النار رجل في ذباب، هل هذا صحيح أم لا؟ ثبت رواه أحمد بن جيد، معناها أن تقرب بالذباب إلى الصنم فدخل به النار، إذا تقرب بالذباب أو بالدجاجة أو بالذبيعة أو بالدراهم إلى الأصنام أو إلى غيرها من المعبودات من دون الله صار شركا بالله عز وجل. هذا فيه حذر من الشرك، ضرب به النبي المثل ليحذر من الشرك. الله جل وعلا قال: فصل ربك وانحر، فقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له، فليدخل لغير الله وإن كان شيئا حقيرا يكون شركا بالله عز وجل. فيجب على المؤمن أن يطهر نفسه وعقيدته من سائر وعشه، ومنها دخول غير الله. الحديث لا، أن الله وجب على غير الله. نعم.